أعزائي المشاهدين، برحب فيكم وحلقة جديدة من مطبخ منال العالم. حلقتنا اليوم متخصصة في أطباق السمك. حنعمل ثلاث أنواع من أطباق السمك، كل واحد أطيب من الثاني. نشوف سوا طبقنا الأول. طاجن السمك بالخضروات، 4 حبة كبيرة سمك بوري، 1 ملعقة صغيرة ملح، 0.5 ملعقة صغيرة فلفل، 1 ملعقة صغيرة كمون، 1 ملعقة صغيرة كركم، 1 ملعقة صغيرة شطة مجروشة، 1 كوب بقدونس مفروم، 10 فص ثوم شرائح، 4 حبة كبيرة بطاطس شرائح، 1 حبة كبيرة فلفل أخضر حلو شرائح، 1 حبة كبيرة فلفل أحمر حلو شرائح، 2 قرن فلفل أخضر شرائح، 3 حبة كبيرة جزر شرائح، 3 حبة كبيرة طماطم شرائح، 3 حبة ليمون شرائح، 1/4 كوب زيت زيتون، 1 كوب عصير طماطم. أعزائي المشاهدين، الطبق اللي حنعمله اليوم من أطيب وألذ أنواع طبخ السمك، وأريح كمان ست البيت حترتاح كتير بهيك وصفة. حنعمل طاجن، والطاجن دائما كلمة صارت متعددة الاستعمالات، وطبعا هي أكتر شهرة في زي ما بنشوفها في المغرب والجزائر وتونس والمنطقة هذه، بس كلمة طاجن برضو مشهورة في كل أنحاء العالم. أي طبق بدخل الفرن ساعات ممكن يطلق عليه طاجن. ونبتدي أعزائي المشاهدين نجهز الوصفة. خليني في الأول أتحدث عن الطبق. أي طبق فرن مناسب عندكم إنكم تستعملوه، بتقدروا تختاروا طبق مثلا بهذا الحجم على أساس أحط فيه السمكات بشكل لطيف. لابد أنه طبعا أدرس ملائمة الطبق لحجم السمك اللي عندي. هخلي الطبق جاهز. السمك طبعا نغسله بالنطف، رشة ملح وننقعه هيك 10 دقائق بالملح، مش ننقع أقصد، نركنه على جانب عشان الملح طبعا بيروح في أي روائح، ونغسله كويس ونجففه. ونبتدي أعزائي المشاهدين نجهز الخضروات اللي حنستعملها، ونبتدي نجهز شرائح الليمون. ممكن نشيل إحنا هذا الجزء، نتذكر إنه لابد ناكل السمك. في ناس بينسوا يأكلوا السمك، كل شهر لا يأكلوا لهم وجبة سمك، بيركزوا على اللحوم أكثر، فطبعا هذا غلط أعزائي، لابد يكون عندنا توازن بالأكل. هلأ بالنسبة للطماطم نشيل بس الجزء هذا شوي. الطماطم برضو أنا حقطعها إلى شرائح، ناخد شوية فلفل أخضر 2-3 حسب ما بتحبوا، كل هالخضرة سوا، الفليفلة برضو، الجزر إذا حبيتوا تقشروا شوي أو تخلوا، إذا قشرته ناعمة زي هيك ما بيحتاج يتقشر، إذا حبيتوا تقشروا ممكن ببساطة بس نشيل هالقشرة بالقشارة، الموضوع كتير بسيط حسب نوع الجزر اللي انتوا عم تستعملوه. بس يعني طالما غسلناه ما فيش خطر او ما فيش ضرر انه احنا نخلي القشرة. نشيل ونبتدي نقطع الجزر الى شرائح بالشكل هذا. بضل عنا برضو شرائح البطاطس، عملية التقطيع إلى شرائح حتشوفوا ليش ما قطعناها مكعبات، يمكن تبقى شوي صعبة لأنه بدنا كل الكمية هاي تتوزع كويس في الطبق، فتقطيع الشرائح متهيألي أنسب شيء. برضو كل الخضرة مع بعضها بالشكل هذا. نبتدي أعزائي المشاهدين خطوتنا التالية. البهارات كلها ححطها في طبق. طبعا إذا حبيتوا تغيروا أو تضيفوا بهارات أخرى حسب ما بتحبوا، بس الكركم أساسي عندي حيعطيني طعم كتير لطيف.
هلا خلطة البهارات هذه نوزعها مع بعضها. هحتاج اعمل خطوة كمان، عندنا هون البقدونس، وهحتاج اقطع الثوم الى شرائح. اذا حبيتوا تعملوه مهروس مش مشكلة، بس انا حابة طعم الشرائح لانه بيضل الثوم موجود ما بيختفي في داخل السمك. هذه حشوة السمك اللي انا عم بعملها هلا، يبقى عندي شرائح الثوم جاهزة مع البقدونس. وين نبتدي اعزائي المشاهدين؟ هلا نحط ايدنا في السمك. حعمل انا خطوتين، الخطوة الاولى اني مجرد ما احط ايدي في السمك مش مشكلة، حطيت ايدي، انا لابسة جوانتي وبعد هيك حطيت ايدي بالخضروات، ما في مشكلة عندي لانه نفس الطبخة. هي الخطورة بس اذا حطيت ايدي في السمك او في اللحوم او في اي دجاج ورحت عملت شيء اخر مخالف، بس طالما عم نطبخ في نفس الطبق ما في مشكلة عندنا نكون لابسين نفس الجوانتي. باخذ هلا شوي من البهار وابتدي ارش رشة خفيفة على السمك. هلا برضو نفس البهار رشة خفيفة اروح حاطة في داخل السمكة، برضو الثاني بنفس الطريقة. يعني من اسهل واطيب الاطباق، برضو ست البيت ما تحتار بطبق سمك لطيف جدا ومريح. هلا عندي السمك من برا متغطي بالبهارات ومن الداخل متغطي بالبهارات. باخذ الحشوة اللي هي الثوم مع البقدونس وابتدي احشي في داخل كل سمكة شرائح الثوم مع كمية من البقدونس. هقفلها بالطريقة هاي، هخليها على جنب. اخذ واحدة تانية برضو شرائح من الثوم، واقفلها بالشكل هذا. متخيلين انتو الحشوة هذه هلأ لما تنطبخ هتبقى رائعة جدا، وفصوص الثوم مش هتختفي زي لو هرسناها، هتلاقوا ما في تومة، بس هيك بيعطينا مجال نستمتع بطعم الشرائح. خلصنا هلأ كمية الخضرة على الأربع سمكات بالطريقة هاي. تتذكروا ضل عنا شوية بهارات، هناخد البهارات اللي ضلت وأبتدي أوزعها على خليط الخضروات. أبتدي هاي الخضرة كليتها أقلبها مع بعض، ممكن نقلبها بالشكل هذا أسهل لنا شوي لغاية ما تتوزع كل الخضرة هاي تتغطى بالبهار. طبق الفرن عنا جاهز، هبتدي أحط تشكيلة الخضرة على شكل طبقة رقيقة هيك، أو مش رقيقة أقصد يعني طبقة مستوية. ناخدين بالكم الألوان ما أجملها طبعا، حتى لون السمك على فكرة هذا بس يتحمص لأنه حاطين له الكركم هيعطيني لون لطيف جدا جدا. أظن ما في أسهل من هيك طبخات، ست البيت أكيد هتحب هيك طبخة. هناخد السمكة ونحطها بالشكل هذا، السمكة الثانية بنفس الطريقة. إذا حبيتوا ممكن تعملوا خلف خلاف، يعني واحدة هيك واحدة هيك، برضو بتبقى شكلها لطيف حسب ما أنتوا بتحبوا. هخليهم أنا جنب بعض بالطريقة هاي، وحسب على فكرة الطبق اللي أنتوا عم تستعملوه. هلأ عندي شوية زيت ابتدي أوزعه على السمك. وعصير الطماطم، طبعا عصير الطماطم انا عم بستغني عن المي، ولكن اذا حبيتوا مثلا بتقولوا لي منال اوريدي احنا حاطين طماطم مش حابين نضيف عصير الطماطم، ما في مشكله عندي، ضيفوا بعض المي، حوالي كوب من المي. وما ننسى انه الخضروات نفسها حتعطيني كميه وفيره برضو من الطوبه. الطماطم حيكون في نسبه عاليه من المي، الليمون حيكون برضو في نسبه عاليه، الجزر، الفليفلة، كل هذه حتنزل ميتها. وإضافة إلى أنه إحنا أوريدي حطينا 1 كوب من السوائل، فما تقلقوا خالص من كمية السوائل اللي حتبقى موجودة. بس هي الحلو ما يبقاش فيها صوص كتير، يعني ما يبقاش ميتها كتير لما تنطبخ. فإذا لاحظتوا أن ميتها كتير فينا
ننشفها شوي بالفرن، وهذا حسب رغبتكم. عايزين تقدموها مع رز وحابين معها صوص أو مرق، فيكم تخلوا ميتها أكتر. ست البيت فيها تتحكم حسب العيلة شو بحبوا. عايزينها مشوية شوي محمصة تحميص، احنا هلأ هنغلفها بورق الألمنيوم. إذا حبيتوها محمصة بعد مرور مثلا حوالي ساعة، بروح شايل الورق وبسيبها بالفرن لغاية ما تنشف والخضروات هاي تعبتها تبقى لونها هيك بني ومشوية شوي. في ناس بحبوا هاي الطريقة، أنا شخصيا بحب تبقى الأمور كليتها هيك مشوية ومحمصة. إذا لقيتوها حابينها بالصوص، بضلني مخلي الغطا لفترة طويلة وبشيل الغطا وبس بحمرها تحت الشواي. أخدتوا بالكم من الفرق ما بين الطريقتين؟ لما تحمير الشواي بحمر لي بس السطح، هيك بعطيني قرمشة للسمكات. إذا بدي إياها كلها محمصة لابد أشيل الورقة وأسيبها بالفرن لحوالي يمكن ثلث ساعة من غير ورقة خالص. يبقى أعزائي المشاهدين السمك جاهز، بغطيه بالشكل هذا والفرن على درجة حرارة 190، بسيبها شي ساعة بالفرن، ساعة وربع ما في مشكلة عندي. كل ما استوت أكتر كل ما تحمصت أكتر، والبطاطس طبعا لابد إنها تكون استوت. أعزائي المشاهدين طبق لذيذ وسهل، ونبتدي طبقنا الثاني. قطعنا الخضروات، خلطنا البهارات، وزعنا نص البهارات على داخل وخارج السمك، حشينا السمك بالبقدونس والثوم، وزعنا بقية البهارات على الخضروات، حطيناها في طبق الفرن، حطينا السمك، وزعنا زيت الزيتون وعصير الطماطم وغلفناها. طاجن السمك بالخضروات، 4 حبة كبيرة سمك بوري، 1 ملعقة صغيرة ملح، 0.5 ملعقة صغيرة فلفل، 1 ملعقة صغيرة كمون، 1 ملعقة صغيرة كركم، 1 ملعقة صغيرة شطة مجروشة، 1 كوب بقدونس مفروم، 10 فص ثوم شرائح، 4 حبة كبيرة بطاطس شرائح، 1 حبة كبيرة فلفل أخضر حلو شرائح، 1 حبة كبيرة فلفل أحمر حلو شرائح، 2 قرن فلفل أخضر شرائح، 3 حبة كبيرة جزر شرائح، 3 حبة كبيرة طماطم شرائح، 3 حبة ليمون شرائح، 1/4 كوب زيت زيتون، 1 كوب عصير طماطم.